هذه الكرة بطريقة طويلة أمامية، وموجود ثلاث مدافعين من جانب شبيبة القبائل الرضواني. يعيد الكرة من حيث جاءت. ضغط المباراة وضغط بداية المباراة كله موجود على كل اللاعبين. هنا الخبرة والحيلة يجب أن تكون حاضرة. تمرير هذه الكرة داخل منطقة عمليات. والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول لفريق اتحاد بن عباس. بداية قوية 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 من جانب اتحاد بن عباس. بلاح والحمزة، أول كرة لفريق اتحاد بن عباس، يستلم الكرة في ظروف مواتية، يراوغ، يسدد، يسجل. بلاحول يدخل في تفصيلات الموضوع مباشرة مباشرة ودون مقدمات أمام دهشة الجميع، بما فيهم شيف الوزني ستار شوف في استلام هذه الكرة، التوقيف، المراوغة، ثم التسديد على يمين الحارس عسى مليك، لا يملك أن يفعل أي شيء سوى متابعة الكرة عن قرب. الفريق يلعب بالمرتدات، شفنا أنه تمريرة زواري بعدما عمل ترويض أمامه شاف اللعب بالحول يطلب الكرة، حتى في التمرير كانت هناك دقة، وحتى في الترويض للعب كذلك وضع نفسه في أحسن الظروف لكي يسدد، يسدد في القائم الأول، كانت القوة، كانت الدقة، ويضع الكرة داخل شباك الحارس عسل. إذن بداية قوية جدا من جانب اتحاد بن عباس، طبعا بداية من دون شك قد تؤثر على فريق شبيبة القبائل، لكن في عملية التحول يصبح يلعب بربعة خمسة واحد، هذا ما يخلي لإغلاق كل المساحات لشباب الصباح. إذا طبيعي أن يغير يوسف بوزيدي في طريقة لعب فريقه، لأنه يريد أن يعود في النتيجة، لأنه متأخر بالنتيجة. وأشرف الوزاني يحافظ على المكسب المحقق ومحاولة تدعيم قلت الفارق، بينما كرة في وسط الميدان، صراع تواصل بين فريقي اتحاد بن عباس. الكرة لمسجل الهدف بالله والحمزة على جهة اليسرى، يحتفظ بكرة، يمرر، زواري، ذكية ذكية بكرة، الشبيبة واتحاد بن عباس. نفذ هذه الكرة، والهدف الأول، والهدف الأول من جرار، جرار يتمكن من تقليصها الفارق في وقت مهم جدا، جرار يقلص الفارق بعد تنفيذ مخالفة دقيقة، قطع مسار الكرة وتحويلها إلى هدف، هدف أول لشبيبة القبائل بعد مرور 56 دقيقة. نشوف اللقطة بالإعادة، قلت مخالفة في وضع صعب، تنفذ هذه الكرة والرأسية. أعتقد أن الكرة لمسها بالكلام الأخير. نعم. الكرة أعتقد لمست رأس أو جرار هو من لمس الكرة. نعم. بالمرة الأولى. جرار هو من قطع مسار الكرة ويحول الكرة في شباك الحارس طوال. إذا شبيبة تقلص الفارق في وقت مناسب جدا بالنسبة لهذا الفريق.
بعد ما فريق تهاب العباس مكن من إضافة الهدف الثاني. كرة طويلة يهاجم ويخلق الفرص، يكفي أن كورته اصطدمت بالقائم. الكرة الأولى في المباراة هي كرة ضربة جزاء.